الست ده قال لك المصابون بالصداع النصفي ذكاء حاد كنت مثلا راسي وجع علاش يا حسن؟ ما رشاش راسي وجع تفهمش يا اخي مانيش فاهم شكون اللي تاك فاهمينك وحسين بيك حمنا شي بسيكياتر لا تفهمتي بالك شي نعم طلل صارت كندا على شنو؟ قال قرايه غادي وكيفاش الفلوس؟ صباح الخير بابا صباح الخير اخي وينو؟ هز كل شيء ما خلى حتى حاجه حتى كيسه هز الدنيا كل هزة مش تحكى شنو هو تو؟ حبلي كان في ايديا؟ سامي مش روح بيه ولدي غادي ما ناش بتسال بعض الكل ولدي كل شيء في حياتك